دخلت أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا مرحلة جديدة عنوانها الشكوك والجدل حول جدية التعامل معها، وهو الأمر الذي تطور فيما بعد أن تغيرت نظرة أغلب المواطنين لها إلى درجات صنعت منها قضية رأي عام لم تكن السياسة بعيدة عنها هذه المرة. دعوة السفير التركي لدى ليبيا للمدير التنفيذي للشركة لعقد لقاء مشترك مفاده إمكانية دخول الشركات التركية لحل جزئي لمشكلة الكهرباء بطرح مجموعة من المقترحات كانت القشة التي قسمت ظهر الأزمة إلى نصفين، نصف يرى في الحل التركي طوق النجاة والآخر يرى فيه بابا جديدا لإنهاك خزينة الدولة لحلول مؤقتة. أما الأكثر إثارة في أزمة انقطاع الكهرباء فقد كان مقترحا تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يطالب فيه المجلس الرئاسي بعقد استئجار بواخر الطاقة الكهربائية لمدة 6 أشهر، ولم يتضح إن كان المقترح مصدره الشركة العامة للكهرباء أم كونه متداولا لا علاقة له بالجهات الرسمية. المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي لمح في تصريح له إلى إمكانية الانتقال إلى العرض التركي عبر شراء وحدات متنقلة وإيجار سفن توليد تركية لتوليد الكهرباء، موضحا في الوقت نفسه أن العرض يعتبر باهظ الثمن، ما يعني أن أزمة انقطاع الكهرباء قد تفتح أبوابا جديدة لصرف المليارات على حلول جربتها دول قبل ليبيا وكان عنوانها الفشل الذريع.